مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. طبعا البيت الاحمر الكويتي من بدايه شهر رمضان الكريم وقبله باسبوعين تقريبا واصلنا تقديم هذه المساعدات، المواد الغذائيه وزيارات ميدانيه للاسر المحتاجه في دوله الكويت، شملت تقريبا لا يقل عن 3500 اسره محتاجه داخل الكويت. شملت هذه المساعدات طبعا اجهزه كهربائيه، تأثيث بعض المنازل الاسر المحتاجه، توزيع المواد الغذائيه، ايضا دعمنا اطفال الاسر المحتاجه من ناحيه التعليميه، من ناحيه ادخال بهجه عليهم وفرح السرور خلال حفله قريعان عملنا لهم. يعني كان عملنا في شهر رمضان فضيل، الى الان مستمرين في هذا الدعم. خلال اليوم تم توزيع تقريبا البرادات على بعض الاسر المحتاجه، لا يقل عن تقريبا 40 اسره محتاجه، فضلا الى توزيع كوبونات شراء لهذه الاسر لدعمهم خلال هذا الشهر رمضان الفضيل، ودعمهم خلال الفتره الجايه فتره العيد المباركه الله عاد علينا على الساده المشاهدين. اللهم امين. كيف تقيمون تفاعل اهل الخير مع المتبرعين او من المتبرعين مع مبادراتكم داخل البلاد وخارجها؟ لا شك نجاح جمعية الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة داخل الكويت لا يتم فراغ إلا بدعم ومشاركة حثيثة من الأسر، مشاركة من المحسنين والمتبرعين والقطاع الخاص والبنوك والفرق التطوعية في دولة الكويت، ساهموا مساهمة كبيرة في إيصال هذه المساعدات وإيصال مدى حاجة بعض هذه الأسر لهذه المساعدات. بعض الأحيان ليس لدينا أسماء أو كشوفات معينة، لكن من خلال الزيارات الميدانية مع المحسنين والمتبرعين اطلعنا على مدى حاجة بعض الأسر للمساعدة، سواء مواد غذائية أو الأجهزة الكهربائية أو أي شيء يخص هذا الأسرة. لله الحمد هلال الأحمر الكويتي هذا العام بذل جهود كبيرة لدعم الأسر داخل الكويت ومباركة كبيرة طبعا، ودعم من مجلس الإدارة على رأس الدكتور هلال السايب وأعضاء مجلس الإدارة. نعم، الأستاذ خالد الزيد مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الهلال الأحمر الكويتي، شكرا جزيلا لك.